فيروس كورونا ميرس يجتاح الصين بعد تسجيل أول إصابة بالفيروس لرجل من كوريا الجنوبية خلال مروره بهونغ كونغ عبر الطائرة ثم الحافلة. الرجل المصاب متواجد حاليا بوحدة العزل في المستشفى، حيث قال الأطباء أنه في استقرار. السلطات الصينية تتحدث عن 77 شخصا على الأقل يشتبه في أنهم كانوا على اتصال مع الرجل المصاب بالفيروس، فيما أحصت سيول أزيد من 700 حالة وضعت رهن العزل. نرجح عدم تسجيل أي حالة وفاة ووقف انتشار العدوى. ومع ذلك، وكما تم تأكيده من طرف المدير كون، هناك 5 أشخاص من بين 18 في حالة خطيرة، يقول رئيس مصلحة الأمراض المعدية في كوريا الجنوبية. من جهتها، الصين أعلنت عن عزل 64 شخصا كانوا على اتصال مع الشخص الذي وصل يوم الثلاثاء إلى مقاطعة غواندونغ في الصين عن طريق هونغ كونغ. فيروس كورونا أودى بحياة أزيد من 420 شخصا منذ أواخر العام 2012.